السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة جيهان عبد الله، استشارية الباطنية والسكر والهرمونات والغدد الصماء، المستشفى العسكري للخدمات الطبية الملكية. مبارك عليكم الشهر، وخص بالذكر مرضى السكري. أنصح مريض السكر بمراجعة الطبيب المعالج لمناقشة الخطة العلاجية في شهر رمضان، لأن في شهر رمضان المبارك تتغير جرعات الأدوية وحتى أوقات أخذ جرعات الأدوية تختلف. وأنصح كذلك مريض السكر بالإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف فترة الصيام، والإكثار من الخضروات والفواكه. يفضل لمريض السكر أن يقيس نسبة السكر في الدم على الأقل مرتين في اليوم فترة الصيام، أو متى ما حس بأعراض هبوط أو ارتفاع في السكر. نتمنى لكم صيام شهر رمضان المبارك وانتم بصحة وعافية، بدون أي مضاعفات في السكر ولا أي مشاكل صحية.